السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية مبروك لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان الفوز على نادي الهلال و الصعود إلى دور ربع الثمانية من دوري أبطال إفريقيا. النادي الأهلي هيلاقي زي ما قلت لحضراتكم أحد أندية الترجي أو الرجاء أو الوداد. القرعة يوم الثلاثة يوم 5 إبريل يوم الثلاثة القادم، وهذا اليوم هنعرف هنقابل مين. أنا شخصيا أتمنى نقابل نادي الترجي التونسي. طبعا رياض الجعايدي المدير الفني لنادي الترجي بيقول لك النادي الأهلي كبير يعني، ولكن مش هو الأفضل في البطولة حاليا، يعني في فرق تانية برضو جيدة في هذه البطولة. كل التوفيق للنادي الأهلي. النادي الأهلي كسب النهاردة نادي الهلال بهدف عن طريق الرائع أحمد حمدي عبد القادر، مهارة فردية، استلم رقص من ناحية الشمال ولعب الكرة لحسين الشحات، سدد حسين الشحات مسجلا الهدف الأول. النادي الأهلي ضيع مجموعة من الفرص وتحديدا في الشوط الأول أفشه ضيع فرصتين، عبد القادر رأسية، محمد شريف فرص، بيرسيتاو كان في رعونة وكان في عدم استغلال الفرص بشكل جيد، وكان في انهاء للهجمة بشكل سيء جدا من لعيبة النادي الأهلي. النادي الأهلي كان مستحوذ على مجريات المباراة في الشوط الأول بالكامل. نادي الهلال كان سايب له الاستحواذ وكان بيلعب على عامل الوقت، وان لعيبه النادي الاهلي تضغط وهو سايب لهم الكوره فيبذلوا مجهود يجوا في الشوط الثاني ويقعوا بدنيا. هو ما ضغطش على النادي الاهلي فبالتالي موفر مجهود للشوط الثاني لحد ما وصلنا للتلت الاخير من المباراه. بدا مع بدايه الشوط الثاني نادي الهلال او تحديدا يعني من الدقيقه مثلا 25 من الشوط الثاني بدا يستحوذ ويضغط وعاوز يرجع المباراة. وصل لمرمى النادي الاهلي رغم ان الشوط الاول ما وصلش خالص، الشوط الثاني سدد تسديدتين وكره راسيه خرجوا خارج الملعب فوق عارضه النادي الاهلي لحد ما جاب الهدف احمد حمدي عبد القادر، وثاني والثالث. انا بحب قفشه جدا، قفشه زي ما قلت لحضراتكم قفشه كان نجم مصر الموسم اللي فات في بطوله الدوري وافضل صانع لعب في مصر، الى ان عاد احمد حمدي عبد القادر الى النادي الاهلي. احمد حمدي عبد القادر، وده مش تقليلا من قفشه، اظهر عيوب قفشه. النهارده احمد حمدي عبد القادر عمل مباراه من وجهه نظري شبه متكامله، الكمال لله وحده، لكن احمد حمدي عبد القادر لعب مباراه شبه متكامله. اولا المراوغه اللي بيتميز فيها، الجديد بقى ان النواحي الدفاعيه عند احمد حمد عبد القادر مميزه جدا، بيرجع ويدافع ويقطع ويستخلص كوره ويبني هجمه ويكمل ويزيد ويطلع اسيستات. طبعا مهارته المهاره الاساسيه بتاعته صناعه لعب الترقيص، لكن القطع الكرات ويرجع يدافع والكلام ده كله زي ما قلت لحضراتكم احمد حمد عبد القادر قفشه كانوا لوحده، ما عندوش بديل في النادي او ما عندوش حد اعلى منه مهاريا في فرقه النادي الاهلي الموسم اللي فات، فبالتالي كان هو الافضل. لما ظهر الموسم ده احمد حمدي عبد القادر كل مميزات قفشه موجوده في عبد القادر ويمكن واعلى كمان، اعلى زي ما بقول لحضراتكم سرعه المراوغه والترقيص ونقل الهجمه موجوده عند عبد القادر، قفشه لازم يشتغل عليها. النواحي الدفاعيه قفشه مش موجوده عنده، موجوده عند عبد القادر لازم يشتغل عليه. الناحيتين دول بالنسبه لي عبد القادر وجوده كشفهم في قفشه، لازم يشتغل عليه لو عاوز يطور من ادائه. ايضا تبقى تغييرات موسيماني علامه استفهام، يعني بيرستاو النهارده وقفشه برضو العشر دقائق الاخيره من الشوط يعني ماشيين بشكل جيد. قفشه ضيع فرصتين، استلم كره في بدايه الشوط داخل السكس يارده ولف ورجع تاني بدل ما يراه، ما عندوش ثقه انه يرقص ويروح، مش تقليلا ولا هجوم من قفشه، لكن كل ده حبا في قفشه انه يطور نفسه. الكره الثانيه اتلعبت عرضيه من بيرستاو محمد شريف لعبها لقفشه، جه سدد كره لفت على وش رجله وطلعت بطريقه غريبه. يعني قفشه لحد الدقيقه مثلا 30 كان موجود في الملعب تحركاته يستلم، بعد الدقيقه 30 35 الشوط الاول اختفى قفشه واختفى بيرسي تاو. لما يجي يحصل تغييرات غريبه، النهارده اطلع محمد شريف ولا اطلع بيرسي تاو ونزل حسين الشحات، ابقى على بيرسي تاو
والنهارده ادي فرصه لحسين حسام حسن، ادي فرصه للويس ميكيسوني اللي ايضا برضه جات له فرصه اكتر من فرصه، حاول يسدد على طول، جاله فرصه داخل ال 18 راح مع المدافع، مدافع جاي من مندفع بدل ما يرقص على جوه برجله الشمال وهتقابلها اليمين، يساد شد برجله الشمال بره وكان جنبه حسين الشحات جنب بيرسو تاوي، يعني يدي فرصه لحسام حسن. طيب يطلع طاهر، يطلع عبد القادر وينزل طاهر، يطلع ينزل طاهر على حساب عبد القادر ولا على حساب تغييرات، لكن في النهايه ربنا ستر والحمد لله رب العالمين. نادي الاهلي عنده مجموعه من المباريات قبل مباراه الدور الثمانيه ان شاء الله، اللي هتكون مباراه الذهاب هتكون في مصر اعتقد احد ايام 14 او 15 من الشهر الجاي، مباراه العوده في دور الثمانيه هتكون احد ايام 20 او 21 من برضو الشهر الجاري. نتمنى خلال هذه الفترة المباريات النادي الأهلي هيلعبها في الدوري اللعيبة ترجع لمستواها وحساسية إنهاء الهجمة إن شاء الله. كل التوفيق للنادي الأهلي، مبروك مرة واثنين وثلاثة. كابتن عدلي القيعي بيهاجم كارلوس كروشو بيقول له سيبك من الحجج ولو عايز لك قرشين شوفهم في حتة تانية. من خلال إذاعة شباب الرياضة المهندس عدلي القيعي اتكلم عن كروش، قال لك كان جاي ومحققش اي بطولات، قال لنا انا جاي عشان كاس العالم، وصلكم لكاس العالم، خسرنا البطوله العربيه وخسرنا بطوله افريقيا، وقال لك كل ده مش مهم، المهم ان احنا نوصل لكاس العالم والمستحيل ومش المستحيل. قال لك المدرب فشل في كل هذا، لم نتاهل لم نحصل على اي بطوله، وقال لك بيبرر فشله بان مصر ما فيهاش لعيبه مميزين ولازم نغير نظام الدوري الممتاز. وقال عدل القيعي ان هو متفق مع كروش انه يقلل عدد الانديه حتى كمان ل 14 نادي علشان اللعيبه ترتاح يعني. وقال لك كروش بقى اللي بيتكلم بتقليص عدد الاجانب، هذا كلام اللي بيقول لك بيقلل الدوري، قال لك ما السعوديه عندها 7 محترفين ووصلت لكاس العالم، 7 مش 5 يعني. وقال البقاء للاقوى عندنا في الاهلي، محمد شريف قعد كل الاجانب في الفريق وانت ما ضمتوش للمنتخب في مباراتي السنغال، بقى سيبك من الحجر دي ولو محتاج قرشين شوفهم في اي مكان تاني يعني. بالنسبه لنادي الزمالك وعلم نادي الزمالك احمد عيد عبد الملك نسجوا قصه كهربا بيطلب منهم تقسيط المبلغ، ام هم قال لك لا رفضوا، احمد عيد عبد الملك طالع يتريق على كهربا، ده كهربا طلب وبقى كان كهربا يطلب من نادي الزمالك ومرتضى منصور يقسط له المبلغ، هل هذا يعقل يعني؟ مستحيل. ثم ان في لسه درجه ثانيه في التقاضي، قلت لحضرتك المحكمه الفدراليه اللي بعض الناس قال لك يا عم ده حكم، انا قلت لهم قبل كده لسه في درجه، طبعا هتاخد وقت وكل ده فوائد على حساب كهربا، لكن هو بيحاول ياخد يعني يمد في اكبر وقت يعني. لكن الغريب ان الزملكاويه بيقولوا كلام ويصدقوه، هم اللي بيخترعوا كلام ويصدقوه، على الجانب الاخر هم اللي طلبوا الـ 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 الاحراج هنا والرفض هنا جه من جلاتا سراي، مجلس اداره نادي الزمالك طلب من جلاتا سراي انهم يدفعوا بند في المبلغ اللي هو 4 مليون بند شراء مصطفى محمد مبكرا، نادي الزمالك قال مش حاجه عندي، انا متفق معاك بنود التعاقد تقول لي هدفع لك في شهر 6، ما تجيش تقول لي ادفع النهارده فانا مش دافع. فالاحراج لمين؟ لنادي الزمالك. قوم ايه يروحوا محولينه لاحراج ل الكهرباء يعني، والله هم يضحك وهم يبكي يا عم الحاج، اي كلام في اي كلام. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.